واحد من أهم التطويبات في العهد الجديد اللي بيتكلم فيها متى كان بيذكر فيها أنه الله بيعطي مميزات كتيرة جداً للإنسان اللي بيتبعه، فمنها نلاقي أنه التطويبات شوية شكلها غريب، يعني طوبى للمعوزين، طوبى للمطرودين، طوبى للحزانة، فيعني الموضوع شوية كان تقيل، بس الحقيقة أنه بيجي في العدد 13 وبيقول للناس أنه ابتدت بقى مسؤوليتك تجاه المجتمع اللي أنت عايش فيه تبان، فيقول لهم أنتم ملح الأرض. ولما نبتدي ندور على كلمة ملح نلاقي أنه الملح دوت مش من العناصر اللي بتعطي حياة ولا بتعطي تجديد ولا أي حاجة، لكن الملح في حد ذاته ليه عملين. أول عمل بيكون عمل سلبي، بيحفظ الشيء من حالة الفساد، أو بيحفظ الشيء أن هو تستشري فيه حالة الفساد. وبيقول أن الملح لا يعطي الحياة لأي جماعة موجودة فيها، لكن هو بيحفظها من أن هي تزيد فيها الشر. كمان في عمل إيجابي للملح، مش بس عمل سلبي، العمل الإيجابي كمان أنه بيعطي مذاق للحياة. ففي قول كده لأحد الآباء بيقول حياة العالم بدون المسيح الحقيقي ليس لها مذاق. المسيح يجب أن يحيا وسط الأرض بكل فسادها ويذوب فيها ولا ينعزل عنها، فتأثيره كمسيحي حقيقي يشاع بين فساد العالم. الحقيقة أنه مش مطلوب مني كإنسان مسيحي عايز أحافظ على نفسي بس، لكن مطلوب مني أني أحافظ على العالم، مطلوب مني أني أدوب في وسط العالم، مش الإذابة اللي هي تفسدني أنا شخصيا، لكن الإذابة اللي تعطي العالم مذاق جيد. يقول يوحنا ذهبي الفم: الودعاء والمسالمون والرحماء والأبرار، كل ده هي صفات للشخص المسيحي. لا ينغلقون أبدا على أنفسهم ولا يقتصرون أعمالهم الصالحة على ذواتهم، بل يعملون بكل ما في وسعهم أن تفيض هذه الينابيع الصالحة لخير الآخرين. مش مطلوب منك أبداً أنك تعيش منغلق ومنعزل عن الآخرين، مطلوب منك أنك تنفتح وتخلي المذاق بتاع المسيحية ينتشر في كل العالم. مش بس كده وقف المسيح، لكن إداهم إمكانيات أكتر وطلب منهم طلب أصعب من ده، وقال لهم إن أنتم نور العالم، ده في متى 5:14. وبيقول إن المسيح بيرتقي بالإنسان المسيحي، مش بس بيطلب منه إنه يدوب في وسط العالم عشان يصلح من مذاق العالم أو يعطي للعالم مذاق، لأ كمان بيقول له أنت لازم تكون نور للعالم، أنت خدت جواك المسيح، فلازم المسيح ده ينتشر للعالم من خلالك. وبيقول كمان لأني أنا هبقى نور للمسيح في العالم، أو أنا هبقى نور للعالم، فده بيحط عليا مسؤولية كبيرة جدا في مسؤولية التدقيق في حياتي الروحية، لأني ما دمت أنا هبقى نور للعالم فأنا هبقى محط أنظار الناس كلها، فلازم أبقى كإنسان مسيحي واخد بالي من كل تصرفاتي ومدقق جدا في حياتي عشان أنا هكون قائد للناس دي في حياتها. يوحنا ذهبي الفم بيقول تعبير جميل قوي على الإنسان اللي هيكون نور للعالم، بيقول: وكأن لهم أجنحة يطيرون بها أسرع من أشعة الشمس، يجوبون المسكونة كلها، يبذرون نور التقوى والصلاح. هو ده دوري أنا كإنسان مسيحي، أني مش بس أكتفي أن النور المسيحي يكون جوايا، لكن أطلع أخرج نور المسيح ده. بس برضو لازم أفهم أنه لما هخرج نور المسيح ده مش هيبقى بإمكانياتي، لكن هو كاتب برضو ويقول لهم أنه فليضيء نوركم قدام الناس. أنا إزاي النور ده هيبان قدام الناس؟ هو هيطلع لوحده، هو هيشاع للعالم لوحده. فبيقول أن المسيح أشعل فينا النور، فتبقى مسؤوليتنا لاستمرار توهجه. المسيح كان جوايا وأشعل جوايا ده، فلازم أنا أكمل استمرارية توهج النور ده للعالم. وبيقول يوحنا ذهبي الفم كمان: اظهروا للعالم حياة جديرة بنعمته حتى يتمجد الله بكم، فليضيء نوركم. عندما تتسامى الفضيلة لا يمكن أن تظل مخفية، مش بإيدي أن أنا أخفي الفضيلة، لكن هي هتشاع مني غصب عني. لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. هو ده الهدف الأخير، أني أكون ملح للأرض، أكون نور للعالم، بس مش عشان يرجع للفضل ليا، لكن عشان في الآخر المجد والفضل كله يرجع للإله السماوي.